بعد كده لما نيجي نركب الراس هنستخدم تاني صف على طول، مش اول صف. تمام، بلاش اول صف ده، هنشتغل ايه من تاني صف. طيب هنجيب الجزء الابيض بتاعنا، بصوا ده الوش، الظهر بيكون طالع منه الخيوط، ده كده الظهر، هنركبها طبعا على الظهر، وهنحط الراس، وبعدين نحط الزعانف بتاعتنا. هنخلي جزء الدائري دوت دايما باصص لفوق، من يعني من الزعانف كده هخلوه ايه، باصص على الراس، عشان لو كانت لتحت مش هتبقى حلو، فالفوق افضل. تمام، وبعدين هنركب كمان الزعانف اللي تحت. بصوا الشكل كان سداسي، فاحنا كل ضلع منهم هنحط فيه حاجة. تمام، هنحط بعدين الديل، وبعد كده هنجيب الظهر بتاعنا على الجزء اللي اتفقنا هيكون تحت الراس، وهنحطه بالشكل ده. خدوها سكرين شوت عشان وانتوا بتركبوها في بعضها ما تنسوش شكلها عامل ازاي. هجيب خيط لون الظهر بالظبط، هو خيط بتاع الظهر اصلا، وهحطه في اول غرزة كده. تمام، وبعد كده هجيب الراس في اول صف، قلنا خلاص هنسيبه، من تاني صف على طول وهنطلع الخيط بتاعي. خلاص طلعت الغرزة كده، وبعدين هجيب الجزء الابيض. بعد ما نسحب الخيط هنجيب بقى الجزء الابيض، وبرده في اول غرزة فيه زي كأنها الظهر، يعني بصوا الظهر انا خارجة منين، من بعد الغرزة اللي هي التزايد على طول، من بعد غرزة التزايد على طول هدخل الابرة في الجزء الابيض. تمام، وهنسحب كويس، وبعدين من تاني غرزة على طول، بس الاول هنحط دبوس علشان او ابرة او اي حاجة علشان نثبت الجزئين دول على بعض ما يتحركوش مني. وبعدين لما اخلص بقى هلاقي في ايه، في مثلا غرزة مش راكبة مع الغرزة التانية، او الغرز خلصت وباقي غرزة، الكلام ده كله انا كده ثبتهم. طيب الابرة بقى بتاعتي، وهدخل في تاني غرزة على طول من الجزء الابيض، وبعدين في الاخضر، وبعدين هخرج ده كله من بره منين، من البني بتاعي، وهكمل بنفس الشكل ده لغاية لما ايه الرقبة تخلص. بعد لما خلصت الرقبة كده خلاص ما بقاش فيها اي غرز تانية باقية، هناخد الغرزة اللي بعدها على طول، والغرزة اللي قصادها مش هشبكهم في الرقبة بقى خلاص. تمام، يعني هندخل دي مع دي، ايوه، ونسحب كويس وبس كده. بعدين هنشيل الدبوس، خلاص ما بقيناش محتاجينه، هي كده اتثبتت الحمد لله. تمام، الخيط اللي طالع ده هطلعه لبره لحد بس لما اخلص، وبعدين هنتصرف معاه. خلاص كده احنا دخلنا، خدنا غرزة واحدة زيادة بعد الرقبة. ماشي، بعد كده هنجيب الزعنفة بتاعتي وهدخلها. خلي بالكم انا عملت غرزة واحدة بس علشان لما تعملوها ما تبعدش قوي عن الرقبة، بيبقى شكلها وحش. هندخلها كده وهنخليها نايمة سنة، يعني واخدة ميل شوية، وهناخد بقى الغرزة اللي عليها الدور وندخلها جوه الزعنفة. مش مشكلة العدد بتاع الزعنفة، يعني مش ملهاش صف معين هدخلها فيه. بعدين هناخد الغرزة اللي قصادها في الظهر وهنسحب ده كله مرة واحدة، وبعدين هنعمل نفس اللي عملناه تاني.
اللي قصادها ومرة كمان كده اتثبتت، مش هتتحرك. طول ما هي بتتحرك ناخد بالنا ان احنا نخليها على الميل اللي احنا عايزين. ناخد اللي قصادها تمام كده، هي ثابتة وحلوة. طيب بعدين هناخد الغرزة اللي بعدها، هتبقى فاضية برضو مع الغرزة اللي قصادها، مش هدخلها في الزعنفة خلاص. هي كده يعني الزعنفة تقريبا خدت 3 غرز مثلا. تمام خلاص كده الزعنفة الأولى اتركبت الحمد لله، تمام كويسة ومتماسكة. هنكمل بعدين 5 غرز يعني ما بين الزعنفة الأولى والزعنفة التانية 5 غرز. تمام كده 1 2 3 بعد كده 4 و5 بس كده. انا المفروض بعدين هركب الزعنفة التانية. خلاص كده شايفينها اتركبت بقت ازاي، لسه مش هنحشي طبعا الفايبر دلوقتي. ما تشدوش جامد علشان ما تطلعش معاكوا عاملة كده، يعني هو لما نحط الفايبر كده كده مش هتبان، بس الاحسن ان احنا نخليها مفرودة شوية. بعدين هنحط بقى الزعنفة التانية زي ما ركبنا الاولى بالظبط. تمام هنجيبها اهي، نخلي الجزء المدور باصص لفوق، وبعدين نحطها مايلة لتحت اكتر، يعني دي مايلة لفوق التانية مايلة لتحت سن. حتى انتوا لو بصيتوا على السلاحف هتلاقوها عاملة كده فعلا. هندخلها برضو في الغرز بتاعتي زي ما عملنا في كل التانيين، وبرضو بنفس الشكل لحد لما تخلص. اخدنا غرزة فاضية ما دخلناهاش في الزعنفة اخر حاجة. تمام وبعدين هنبدأ نشتغل علشان نحط الديل بتاعنا. ده هيكون شكلها بعد ما نركب الزعنفة التانية، زي ما اتفقنا زعنفة مايلة لفوق وزعنفة مايلة لتحت. ماشي هنشتغل بعد كده نفس الشكل نفس الطريقة. هناخد غرزة واحدة كمان كده 2 واحدة 3 3 وبعدين نركب الديل. يبقى احنا اشتغلنا 3 وبعد كده ركبنا الديل بتاعنا، ما تخلوش لجوه قوي علشان يبقى باين. تمام وبرده بنفس الطريقة اللي احنا دخلنا بيها كل اللي فات، يعني نفس الشكل.
بعد الديل ما هيخلص هنعمل نفس اللي عملناه برضو، هناخد غرزة كده فاضية وبعدين نشتغل 3. بعدين هنركب الزعنفة، برضو هتبقى بصة لفوق وهتبقى مايلة لتحت السنة زيها زي التانية. خلص الزعنفة هنكمل 5 غرز، هنمشي 5 غرز كده فاضيين ما بين الظهر والبطن وبس، وبعدين نركب الزعنفة التانية. تمام، وهنركبها بنفس الشكل وكده خلاص. بس الأول قبل ما نركب الزعنفة التانية هنحط الفايبر بتاعنا. علشان اخلي الراس بقى مرفوعة لفوق فانا هستخدم الخيط اللي كان معايا ده هو وهدخله في الراس من ورا بحيث ان هو يسحب لي الراس على فوق ويبقى رافعها لي كده ماشي، ومش هتبان يعني متقلقوش. انا نركب ايوه كده. ممكن نستخدم الشمع بس يعني بلاش، يعني مش بحب الشمع قوي، لو فلتت مني هتبوظ شكلها خالص. اما الخيط فاحنا نقدر نستخدمه عادي يعني مفيش مشكلة. انا اهو دخلته تمام، اهي اتسحبت خلاص. هنعمله مثلا مرة او مرتين كمان بحيث بس ايه نثبته كويس.
خلاص كده اهي مش هتتفك ومش باينه، مش باينه خالص. هنسحب كويس وندخلها مره كمان. طالما الخيط عدى من الفايبر فهو مش هيفك خالص، ماشي، لان صعب مش بيفك غير لما حد يشده جامد او حد يخرجه من مكانه. طالما هو في الفايبر فما تقلقوش هو مش هيفك، بس برضو نأمن عليه مره كمان. نحاول ان احنا ندخله في كذا غرزه برضو من غير ما يبان، ونخرجه من كذا غرزه كده بحيث ايه يدارى خالص. وفي نفس الوقت لو طفل بيلعب بيها ولا حاجه مش هياخد باله اصلا ان هي موجوده ومش هيعرف يفكها. بعد كده هنعمل الخدود والبق بتاعها. هننزل من تحت العين كده بشويه وهنبدا نشتغل الخدود. بصوا كده انا دخلت وعملت عقده كبيره في النهايه علشان ما تخرجش مني وانا بشدها، وهنشد بالراحه خلاص كده. وهنرجع على الغرزه دي ونفوت غرزتين وهنخرج من بعد الاثنين. يعني انا هنا دي واحده هفوت اللي بعديها كمان اتنين اهو، وهناخد وهنطلع الابره بتاعتي بالخيط الابيض بتاعي، وبعدين هنرجع تاني على الغرزه اللي فاتت وهننزلها بقى من تحت. تمام، وزي ما عملنا فوق هنعمل تحت. هنرجع واحده وننزل لتحت. والاتنين هنعمل اتنين كمان تحت بنفس الشكل دوت، وكمان الخدود بقى الخد التاني هو بنفس الفكرة بتاعته. فاضل البق بتاعها، هندخل الإبرة. بصوا بقى تحت الغرزة بتاعت العين بالظبط، تحت الغرزة بتاعت العين بالظبط، ويعني الصف ده اهو. هطلع الخيط الأحمر برضو، انا بعمل عقدة كبيرة في النهاية عشان ما تطلعش مني وانا بشتغل. وبعدين الغرزة التانية، يعني الصف التاني، يعني توازي كده بالظبط، يعني عملنا له امتداد كده هينزل للعين بالظبط. نطلع ونعمل مثلث، مثلث او سبعة اي حاجة، وبعدين نخرجها مرة كمان. بس كده السلحفة خلصت. يا ريت لو عجبتكم تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، وتقولوا لي ايه تاني اللي انتم محتاجينه في الكومنتس عشان اعمله لكم ان شاء الله. شكرا جدا، سلام.